بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين الهادي البشير سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أعزائي طلبة وطالبات الصف الأول الثانوي، أهلا بكم في بارت 2، الجزء الثاني من يونت 1 اللي هنشرح فيه استكمال لما بدأناه الحصة اللي فاتت. هنستكمل النهاردة الجراماتيكال بوينت، وعشان ما نتكلمش كتير نقول بسم الله الرحمن الرحيم ونبدأ. مرة تانية هنشوف القاعدة بتاعتنا، مرة تانية هنحلها مع بعض ازاي. بصوا حضراتكم، هنعيد القاعدة من جديد تاني للتكرار عشان نثبت لو حد فصلت منه حاجة. بنتكلم تاني على زمن الماضي المستمر، الباست كونتينوس، زمن الماضي المستمر. الماضي المستمر يا نهى، مش عارف بتطلعي وتخش كتير ليه. زمن الماضي المستمر، بصوا حضراتكم زي ما احنا بنشوف يتركب من ايه؟ was aware زائد الفعل مضاف له ing، تمام؟ طيب هذا الزمن يدل الماضي المستمر على ايه يا حضرات؟ يدل على استمرار، على استمرار حدث ما في وقت معين في الماضي، تمام؟ قال لي ماشي يا أستاذ. طيب بص كده على هذه الأمثلة اللي موجودة عندنا. قال لي مثلا what was he doing at 10، آد الزمن اللي احنا بنتكلم عليه، الزمن اللي هو محدد في الماضي. وhe was eating، كان يأكل، and a bird stole it، يعني حدث كان مستمر وقطعه حدث آخر. ده الاستخدام الثاني. استخدام الأول الثاني برضو they were sleeping from كذا، ده اسمه استخدام الأول اللي هو بيعبر عن شيء كان مستمر في فترة زمنية محددة. at 6 o'clock يعني فترة زمنية محددة، يبقى I was looking at the orange U-turn، تمام؟ قال لي بص كده قبل ما تأكل الدورة اللي موجودة قدامك إيه اللي حاصل؟ قال لي الأدوات اللي أنت بتستخدمها لربط الماضي البسيط مع الماضي المستمر while اللي بيساوي as و just as وقاعدة when. يا ترى while و just as و as بيجي وراهم ايه؟ قال لي ماشي، هتلاحظ حضرتك انه while و as و just as دول بيأتي بعدهم ماضي مستمر، ماضي بسيط، والماضي البسيط هو الذي قطع الحدث. while I was photographing the castle my little brother started crying، انا كنت اصور واخويا بدأ يبكي. طيب قال لي مثلا ادي المثال الثاني I was leaning out of the boat when I dropped my camera، يعني انا كنت بصور وسقطت مني الكاميرا، تمام. while he was eating the telephone rang، كان ياكل ثم رن التليفون. he was eating when، عشان اوضح لحضراتكم انه while بياتي بعدها ماضي مستمر بينما when ياتي بعدها ماضي بسيط. المعلومة الثانية هتلاحظ حضرتك انه when ممكن ان يأتي بعدها ماضي بسيط، ممكن ان يأتي بعدها ماضي مستمر. I was having a shower when the telephone rang. When I was going home it rained. ادي ماضي مستمر وادي عند حضراتكم الماضي البسيط. في عندنا while بقى لاحظنا، قلت لك ده الاستخدام الثالث، الاستخدام الثالث اللي بنستخدمه مع زمن الماضي المستمر مع while بالذات، ممكن أن يأتي الجملتين في زمن الماضي المستمر إذا كان الحدثين مستمرين في نفس الوقت. طبعا هنا هو زي ما قال لك ماضي مستمر، ماضي مستمر زي ما أنت شايف الجملة اللي موجودة عندنا أهو. قال لي while I was studying my mother was cooking،
لا أنا أوقفت المذاكرة ولا أمي أوقفت الطهر، يعني أصبح لا أحد يقاطع أحد. قال لي حضرتك كمان في عندنا هوايل، إذا لحظة عدم وجود فاعل يعني ما فيش فاعل بعد هوايل بنستخدم فعل مضاف له ING، زي المثال هوايل بلاينج فوتبول I fell down. طيب يا أستاذ لو في فاعل، قال لي طبعا هنقول I was playing. الفعل during أو الرابط during، هذا الرابط during اللي موجود قدامنا ده بيأتي بعده اسم، لاحظ دي أهو during the film I slept. لو أنا استخدمت while، قل while I was watching، جاب وراها جملة قال I slept. وهنا لاحظنا بقى معلومة تانية، بيقول لحضراتكم يا أساتذة لاحظ عدم استخدام أفعال الحواس، يعني عايز أقول لحضراتكم ما هي الأفعال التي لا تصلح ما تنفعش تستخدم لا في الماضي المستمر ولا في المضارع المستمر ولا في المستقبل المستمر ولا في المضارع التام المستمر ولا في الماضي التام المستمر. طالما فيها كلمة مستمر هذه الأفعال لا تأخذ فعل مضاف له ING. لاحظ عدم استخدام أفعال الحواس والعاطفة والفهم والإدراك والتفكير وأفعال أخرى اللي هنا قلنا عليها زي أفعال زي verb to be. متى لا يستخدم verb to be في ING؟ زي ما قال زميلكم الشاطر إنه هو إذا كان verb to be فعل أساسي. إذا كان verb to be فعل أساسي في هذه اللحظة لا يستخدم. إيه هي الأفعال يا أستاذ؟ قال لي أهي الأفعال الموجودة عند حضراتكم وتلاحظوا فيها كويس خالص، الفعل love want mean love يحب want يريد. لو انت عايز ترجم معايا مش عارف معاني الكلمات وفي ذاكرتك قدامك، love بمعنى يحب، want بمعنى يريد، mean بمعنى يقصد او يعني. قول له ايه what do you mean، ماذا تقصد ماذا تعني، contain يعني يحتوي على، dislike لا يحب، recognize يدرك seem يبدو، concern يهتم، ويزن. وادي verb to be اللي اتكلمنا عليه اهو اذا جاء فعل اساسي. measure يقدر او يقيس، measure يقدر او يقيس. deserve هنا بمعنى deserve بمعنى يستحق، deserve معنى يستحق. understand يفهم، consist يعني يتكون من، remember يعني يتذكر، possess ده اللي هي بمعنى يملك، matter طبعا هنا بمعنى يحدث او يهم، see يرى، forget ينسى، hate يكره، like يرغب يريد يحب، believe يعتقد، know يعرف، think يعتقد او يفكر. بس طبعا هنشوف الكلمة دي اذا جاءت بمعنى يعتقد لا نستطيع ان نضيف لها ING، انما اذا كانت بمعنى يفكر نضيف لها ING. المعلومة دي مش هيحفظها ورايا غير الشطار. تاني think دي، هذه الكلمة think بنقول عليها عند حضراتكم لا نضيف لها ING إذا كانت بمعنى يعتقد، أما إذا كانت بمعنى يفكر فإننا نضيف لها ING. surprise يعني طبعا معناها يندهش، own يملك، lake ينقص، agree يوافق، include يشمل أو يتضمن، prefer يفضل، سبوز يفترض، سميل يشم، بيلونج يخص، تيست يتزوق، استونش يندهش، ديبند يعتمد على، او يدين يعني مديون لحد، هير يسمع، نيد بمعنى يحتاج. دي الافعال. في اي فعل ما لحقتش تكتب معناه قول لي عليه.
ها في فعل ما تحبش تكتبه معناه؟ محدش بيرد، يبقى كلكم كتبتوا المعاني كلها. طيب ده اخر لوحة عندنا اللي هي بتديني مثال. As he was studying he heard noise. لكن لاحظ في هذه الجملة while the baby was asleep I did my homework. ها عايز في الجملة اللي قدام حضراتكم دي الأخيرة ايه اللي انت ملاحظه فيها؟ ماضي بسيط بعدين ماضي بسيط. ماضي بسيط، ماضي بسيط. لماذا لم يستخدم فيرب فعل مضاف له اي ان جي؟ لماذا ما استخدمش ماضي مستمر ليه في هذه الجمله؟ قال ذا بيبي ووز اسليب، ما انت لسه قايلها يا محمد محمود. سكتوا ماتوا. زي ما اتكلمنا ذا بيبي ووز اسليب ليه ما استخدمش يا ايمان؟ هتقولي ايمان مجاهد هترد ولا هربت؟ طيب لان فيرب تو بي هنا جاء فعل اساسي، جاء فعل اساسي بمعنى كان، ولذلك اتى بعده بكلمه اسليب. اسليب هنا يا حضرات صفه معناها نائم، اسليب هنا صفه معناها نائم. ده اللي حضراتكم دي القاعده. تاني انا كده شرحت القاعده مرتين، اللي عنده سؤال يقول لي عليه. محمد موسى جريه طيب ليه؟ عشان بيجي بعدها المصدر، عشان يأتي بعدها المصدر. برافو عليه. ادي رقم اثنين على قاعده النهارده. What when I called you you sounded very busy. هذه وين وادي ماضي بسيط. Did you do احنا مش اتفقنا وين ياتي بعدها ماضي بسيط بس قبليها where are you doing يا نهى فينك يا نهى فينك يا نهى فعلا where you doing كنت بتهبب ايه وانا كنت بتصل بيك. You sound very busy شكلك كنت مشغول. طيب دي الجزئية دي جاية سهلة. While she her homework was doing. ايه الحلاوة دي؟ تمام. I to the museum in 2015 يعني سنة 2015. When زمن ايه ده؟ زمن صح went. زمن ايه؟ went مضاعف. زمن ايه طيب؟ ماضي بسيط. برافو. تمام كلكم تاخدوا الحتة دي. تمام يا عم. طيب yesterday evening زمن محدد في الماضي. We're revising. كنا نراجع. تمام برافو عليكم. My mother made me a cake. أمي عملت لي كيكة. It of lemon. Had tested. يبقى عايز جملتين لكن دي جملة واحدة. Was tested. هو بيقول أمي عملت كيكة يعني الموضوع خلص فلقيت طعمها إيه؟ ليمون. طيب while I in her garden. ركز يا محمد يا محمود. While I in her garden. Was being. شفت سمعت أسامة اللي هو غلط؟ قال إيه؟ Was being. وإحنا قلنا إذا جاءت was فيرب تو بي فعل اساسي بنعمل له ايه؟ لا يستخدم في صيغه الاي ان جي. اي ان جي فاكرين؟ طيب as منى was playing. تمام برافو. What you do after school yesterday? Dead. Dead. ها؟
فهي إجابة صعبة بس انت جبتوها. تمام شطار برافو عليكم. تمام What at 8 o'clock yesterday الساعة 8 امبارح Where are you doing? كل اللي جاوبوا دول شطار. تمام I was watering the flowers. أنا كنت أسقي الورود. Before. كل اللي جاوبت إيه؟ Before. No. When? فضيحة طبعاً. فضيحة. فضيحة يا حلوين. ليه فضيحة؟ لأن حضراتكم لو لاحظتوا قال هنا ماضي مستمر وماضي بسيط، يبقى مين اللي هتشتغل؟ When What games did you يا مستر ثانية واحدة بس تفضل. هي مش watering the flowers يعني بيروي الأزهار. أيوة كنت مستمرا في ري الأزهار يعني ماضي مستمر. وقطع التين يعني كان هناك شيء مستمر وقطعه حدث آخر. سبت الورد ومشيت لما مطرت علي. I was watering كنت أروي الورود عندما مطرت مش بينما. What games did you use؟ أنا واحدة يوز الأخيرة. يوز الآن برافو. ليه؟ عشان في إيه هنا؟ عشان ديد يأتي بعد الفعل فين؟ في المصدر. برافو برافو شطار 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 يعني نسيتوني مرارة اللي عملتوه. طيب At the age of seven ها؟ تبقى وين تجي؟ توك لأنه ما قال at the age of seven. لما كان عندي سبع سنين يبقى في حد من شوية كان سألني على العمر. فاكرين لما سألتوني على العمر؟ لما قلنا العمر، العمر يا أخوانا ما بنستخدم له ماضي بسيط، ما استخدملوش ماضي مستمر. He a prize for a drawing of an animal. صح يعني هو أعطى جائزة. Was game. Was given. لأنه مش هو اللي أعطى الجائزة، ده هو منح الجائزة. طب ليه لو قلت give كان جبت بعدها مفعول به، هو أعطى فلان، هو أعطى فلان، لكن هنا منح الجائزة لأنه رسم حيوانا. تمام. Someone found me. واحد Was cooking. مين اللي جاب الإجابة السريعة دي؟ تمام. أنا. برافو برافو برافو. While my car. دي حتة صعبة عايزة الشطار بس. While إيه؟ my car. ها؟ إيه؟ Was the middle. يبقى العربية هي اللي تصلح. يبقى دي. اهو كده يا ايمان. مندد بينما السيارة كانت تصلح. كانت تصلح. طيب. While my mother was doing the washing up, my baby sister was looking. ها؟ اللي قال was being looked فعلا اجابتك صحيحة. وده من أصعب التمارين. من أصعب التمارين. ليه؟ لأن هو بيقول يعني أمي كانت بتغسل وأختي الصغيرة look. لو قلت was looking after يبقى أختي هي اللي بتعتني، ده هي بيبي هتعتني بمين؟ لكن أختي كان يعتنى بها، فيعتنى بها أصبح مبني للمجهول في زمن الماضي المستمر. شطار ما شاء الله عليكم. هنا نشوف بقى حضرات الناس. When. أه؟ When. When. While. 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 When. When يا مستر. A ولا B. A ولا B. 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 B.
while يلا on on يا عيني على الكلام الحلو ما هنا on ناخد بفور بالمرة on while طبعا الإجابة while يا مستر حضرات while لأنه إذا غاب الفاعل بعده وايل أتى الفعل مضافا له ING صح يا إيمان صح شفت الفضايح إيمان ذكروني نطقت الحمد لله he need much sleep محمد عبد الرحيم وصل he need much sleep but he does now يعني الآن لا يعملك تمام صعبة أيوة مين didn't use to didn't use to أهو كده والله شطار أنتوا بالرغم إن هي شوية تمارين يعني بتاعت امتحانات بتاعت تابلت صعبة جدا لكن جبتوها برافو عليكم he didn't مستر طب ليه ما تاخدش بيه عظيم لأن حضرتك هو بيقول إيه much sleep but he doesn't now ولكنه لا يفعل ذلك الآن يبقى الذي كان يفعله كان فين؟ الماضي وفين الماضي بتاعي؟ didn't صح؟ didn't واحد تاني ذكي يقول له طب يا أستاذ ما في نمبر سي يوز دي ماضي ليه ما خدناهاش؟ دي هشرحها لحضرتك يجي بعدها تو هو كده هشرح لكم يجي بعدها تو برافو عليك اعدادا نعم طيب رقم 20 اشوف فهمت was playing يضرب نفسه قلم playing ليه ما فيش فاعل محمد موسى انقذكم قال لكم ما فيش فاعل يا بني ادمين ومحلوله تحتها لو انتوا بتركزوا while finishing one story he thinks ما thinks ازاي while تدل على الماضي was thinking يعني هو بيخلص في القصة في نفس اللحظة ودماغه بتفكر في قصة أخرى ده حدثين مستمرين في نفس الوقت برضو من التمارين الصعبة اللي جابوها على التابلت والناس يعني مستر نعم مش انت قلت think ما تطلعش اي من دي اذا كانت بمعنى ما انا قلت المعلومة دي ما حدش هيفتكرها ورايا غير الشطار think اذا كانت بمعنى يفكر لو يفكر تضاف له ان جي ايوه لكن يعتقد لا ان هنا جايه بمعنى ايه؟ يفكر واحد بيألف قصص بيعمل ايه؟ بيفكر عشان كده تاخد ايه؟ ان جي تمام؟ برضه مصحصحين جدع يا بنتي يا ولا اروبا انت طيب ايمان يا ايمان ايوه ماي لاست ايميل اخر ايميل بعته has sent ركز يا محمد ده بيقول was sent يا رجل طيب لانه ارسل فين في الماضي طيب ده سؤال بقى من اغلس الاسئله اللي ممكن تجيبوها حضراتكم عايز حضرتك تجيب كلمه من عندك is هانز هوليداي جريت was ليه قالوا از لحضراتهم لانهم هم ما كملوش هانز ليه عشان الجمله فيها ماضي سمر لا تسمر صح طيب هي ان ا كوليدج يعني كليه ان انجلاند فور 2 ويكس ستاديد ذاكره تمام لان الجمله كلها جايه في الماضي برافو عليك هي كلاسز ان ذا مورنينج اند ان ذا افترنون هو خلي بالك انت لسه قال من شويه ان هو بيذاكر كلاسز هنا بمعنى دروس خلي بالك ايك توك هتبقى توك هي ممكن توك او تقول اتندد
attended يعني حضر وفي took اللي هي أخذ تمام الجملة الثانية he some sports like swimming and tennis did ده مستر هي طب ممكن هنا did صح وتاني played تمام برافو عليك الجملة الثانية the evening in the evening هو بشكل أسامة اللي بيجاوب يا ولد الذين أنتم نايمين in the evening she enjoyed watching film بس كده تمام he a nice time he had تمام لما بيتكلم بيعمل ايه صدى صوت ده سؤال يعني ده أصعب سؤال بيخافوا منه الناس اللي ايه ميوتي أسامة ده السؤال اللي بيخافوا منه سنة أولى يعني هو كان ستة خلوا عليه أربعة وإحنا بنطالب بإلغائه يعني لو بس أنا هديكم برضو أمثلة عليه زي الدايلوك يا مستر زي الدايلوك بس أهابز لذلك ده بيتحط في الشطار تمام حضرات السادة ينفع يا مستر يخلي كله يقفل المايك عشان نقدر نسمع كويس ايوه طيب يا اخوانا اسمعوا الكلام واعملوا ميوت هنشوف مع حضراتكم افتح كده معايا الامتحان لانه احنا في امتحان غير ده هبعته لكم على الرابط ان شاء الله بس عشان نشوف احنا مقدار اللي تعلمناه في المذكره موجود عند حضراتكم صفحه 32 على ما اعتقد اللي هو الى يونت 1 مش 2 احنا كنا بنحل في يونت 2 يا ولا ايه أنا لحسين يكون حاطط المصيبة دي كلها برضه بحدن الدنيا خالص يونت 1 اهو جاهزين معايا؟ صفحة كام يا مستر؟ دي صفحة 12 ربي ولا ايه طيب بصوا كده اسيبكم اللي عندكم عشان انتوا هتحلوه سهل بص التمرين ده بص ده انا عايز برضو حضراتكم حاجه ما تكونش عرفتوها خالص بدي لكم حاجات مش فاكرينها جاهزين معايا شباب ذا فيلم اي فيل اسليب اختار ايه الثاني الثالثه ليه؟ يورينج شطور البنات شطار ما شاء الله عليهم اثنين هوايل دوينج عمر تمام برافو يا عمر ليه طيب ليه اخذنا الاي ان جي عشان ما فيش فاعل بص الثانية بقى رقم ثلاثة محمد محمود يركز My brother was 12 When? My brother When? was 12 أنا مستر When? هنا في اللحظة دي ينفع أقول هوايل؟ لا مستر ليه؟ When? عندما كان لأن هنا جاي بتكلم على عمر والعمر بنستخدم معاه إيه؟ ماضي بسيط برافو I didn't hear the mobile أنا ما سمعتش الموبايل because I في اللحظة دي was having تمام was having برافو عليكم ما شاء الله
our prophet Muhammad, يعني نبينا محمد صلى الله عليه وسلم was unique. Unique. اللي هو معناها فريد. فريد من نوعه. برافو. تمام. Tourists like. إن السائحين يحبون Ecotourism. يعني مبتدا الامتحان اللي خدناه ده سياحة بإيه؟ اوكي ده من عشان كده قررت عشان الناس اللي ما حضرتش الامتحان. While he was working as a journalist he wrote ايوه كان يعمل صحفيا was written while يأتي الصفحة باينة عندكم was ماضي مستمر ثم ماضي بسيط. Children like eating spicy. The factories of productions are workers, capital and raw quiet materials. لازم تقول المواد الخام. Word peaceful is the synonym quiet. Synonym يعني quiet. Synonym يعني مرادف. مرادف لكلمة الثانية يا مستر. ما تنفعش ليه التالتة؟ عشان التالتة مش عادي. التالتة معناها إلى حد ما، والأولانية بمعنى يخرج أو يترك، والأخرانية خالص بمعنى الهدوء نفسه. تمام. Arriving home I realized while no while as when لكن لو انت ذكي يا أسامة كان عرفت انه while بيساوي as، ما ينفعش يحط حاجتين ينفعوا يعني وين on دي معناها في عندما، يعني في لحظة. طب ايه الفرق بينها وبين وين؟ دي يأتي بعدها ing. دي معلومة من تلت اعدادي. my wounds had wounds يعني ايه؟ الجرح ها حصل له ايه؟ تورم. برافو الطار. the film was so ده اللي غلط بورينج. ها بورينج قال سو ميني بيبول ممل لان الناس سابت الفيلم ومشيت. برافو. work hard to save endangered world life. اللي هم ايه؟ ايوه اللي هم المحافظين على البيئه. تمام. ايجيبت ترايد هارد تو ميك توريزم بي، مع انها صعبه لكن هنا ميك بي ياتي بعدها فعل، لان ميك بياتي بعدها الفعل في المصدر بدون اضافات، ما تقولش تو بي. ذا جاينت live in Galapagos Island in Ecuador. ها؟ دراغون اورانجوتان مستر دي؟ اورانجوتان ايوه اللي عايش على الجزيرة. يلا ما تفرقش معايا الحياة دي. last week he went to Luxor. he stayed in a hotel. in a good hotel. ايوه جدع. We visited a lot of excited temples as we were excellent. Iman Mijahid, البنت دي خربت الدنيا النهارده. We were looking at some statues. We heard a loud cry. Someone was trying to climb two. But unfortunately he fell down. يا والله ايه والله انتوا صراحه النهارده يعني تستاهلوا العشاء، يعني تستاهلوا العشاء وتستاهلوا تسقيفه تاني كمان. شطار. طيب تعالوا بقى حضراتكم لأول مرة هنقرأ قطعة، هقراها لك أنا وترجمها لك وشوف معايا هنحل إزاي.
Helen Keller was born in June 27, 1880. And طبعا هذه البلد اللي موجودة في الألباما، جزر الألباما دي اللي عندهم هناك. مين يقرأ الكلمة دي؟ أنا أسمع. سكومبيا. أحنا كلمة عملت. سكومبيا هاي. هاي كولومبيا دي. She was healthy. يعني كانت صحتها كويسة. تعرفوا حاجة عن هيلين كيلر انتو؟ لا. دي كفيفة وكانت مصابة بالصمم، وبالتالي هي بكماء، ومع ذلك حضرت دكتوراه. كذا دكتوراه. هتستغربوا وانتو يعني صحتكم زي الفل وحاجة نيلة. She was healthy until the age of 19 months. كان يعني كان عندها يا دوبك كده كويسه لغايه ما بين كان عندها 19 شهر. When she developed a brain fever. Fever هنا معناها حمى. The fever left her unable to hear. غير قادره على ان تسمع. See or speak. Her father was a newspaper editor. And was determined, يعني أبوها كان شغلته محرر في الصحيفة. And was determined, يعني قرر to find help for his child. He contacted Dr. Alexander Graham Bell. فاكرين عارفين جرهام بيل؟ أيوه. اللي هو طبعا الرجل اللي اخترع التليفون ده. To assist him. Dr. Bell found Michael Agnos. The director of the Brookings Institution, اللي هو معناها المعهد, for the blind in Boston. Mr. Agnason sent one of his best students, بعت أفضل يعني تلامذته, سيدة اسمها آن سولفيان, to help with Helen. بعتها لتساعد هذه الطفلة الكفيفة. The students at the Brookings Institution, اللي هو معناها المعهد, made a doll for doll يعني دمية for Ann Sullivan to give Helen. Mrs. Sullivan began using the doll to spell the word doll in Helen's hand. يعني تعمل ايه؟ تمسك العروسة، تخليها تمسك العروسة بإيدها وبعدين تكتب على إيدها كلمة doll كده. هي طبعا مش شايفة. والبنت سبحان الله كان ربنا مديها هذه المهارة القوية جدا. Helen learned quickly to make the letters. وفعلا تعلمت. Helen learned many words and soon wanted to learn to speak. Miss Sarah Fuller of the Horseman Schools was her first speech teacher. جابولها أستاذة مخاطبة. Helen learned to use Braille. اللي هي طريقة برايل أو raised print يعني اللي هي الطباعة المرتفعة كده الظاهرة for reading and soon wanted to go on to college. اتعلمت ببرايل وراحت الجامعة. Helen graduated from Radcliffe College with honors يعني بمرتبة الشرف in 1904. And Sullivan spelled books and lectures in Helen's hand all through college. And دي بقت هي اللي تكتب لها الكلمات على ايديها وتحفظ المحاضرات كاملة. Helen Keller spent the rest of her life trying to make it easier for disabled people to learn. قضت حياتها تعلم الأولاد المعاقين. She fought for women's rights وحاربت من أجل حقوق المرأة. Equality المساواة. For كلمة minority الجامعة بتاعها minorities and workers rights وحقوق الايه العمال. She won many awards فازت بجوائز. Her work for the blind. Helen Keller died ماتت in June 1, 1968. She will be remembered by the world as a champion بطلة and hero وبطل شعر بطل رياضي وبطل تاريخي of the blind and disabled people. Who came to help with Helen from Sullivan. مين اللي جاء؟ نمبر سي.
انا كنت فيهم اني سولفيان لا برضو كويس بالرغم القطعه مش عندكم بس كويس تمام the first word Helen learned اول كلمه تعلمتها دول ايه الحلاوه دي ايه الحلاوه دي كويس ان شاء الله خشوا طب كلكم هيلين سافرت فروم ديسابيليتي طبعا ديسابيليتيز عندها اعاقات كم اعاقه كانت عندها ثلاثه والبصر والنطق 3 مش ثلاثه يعني 3 طيب 4 what caused Helen to become deaf dumb هكتبها لك deaf ودمب وبلايند deaf طرشه دمب خرسه بلايند عمية هم ثلاثة برين فيفر ايه اللي خلاها ايوه برين فيفر جدع تمام نخش على الجد what did captain killer do to help his daughter ابوها عمل ايه عشان يساعدها اخبر جراهام بيل طبعا فعلا فعلا هو اتصل بهذا الرجل اللي هو ساعدها فعلا ادي الاجابة برافو عليك برافو يا مصحصح والله معايا what caused Helen to قلناها دي did how did Helen Keller read كيف كانت تقرأ بطريقة ايه كانت بتمسكها دي كانت تقرأ ازاي تعلمت ازاي كان الأب دي بتخليها تمسك الحاجة ايد ايد الدمية تكتب على ايدها اوكي مش عارف ده اللي علمتها ازاي الكلمات لكن هي بقت تقرا ازاي الكتب بطريقه ايه برايل 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 ايوه ويز برايل على خيرة الله وات واز هيلين كيلر جيفن ميني واي واز هيلين كيلر ميني اوردز ليه ادوا لها جوائز بسبب بيكوز هي سكسس هير سكسس طبعا نجاحها وادي الاجابه لو انت عايز تكتبها من هنا اهو من words for her work for the blind بسبب عملها من أجل المكفوفين كلام حلو حضراتكم إن شاء الرحمن هتبقى تكتبوا لي باراجراف اختار لك واحد من الاثنين دول A story have just heard or read اكتب لي عن قصة قرأتها أو عن أهمية القراءة اللي تعجبك فيهم اكتبها طيب اكتبها ازاي يا أستاذ احنا قلنا لو أنا عندي بعرف اكتب على الكمبيوتر وابعتها أحولها لصورة وبعتها عن طريق الواتس ماشي ما اعرفش اكتبها على ورقة عادية جدا بخط نظيف والسبسط وصورها بالموبايل وبعتها لصورة تكتب اسمك عليه اوكي دي هنضيفها على درجة الامتحان اللي انت هتاخدها هنضيفها على درجة الامتحان اللي هتاخدها لان ابعتهولك اونلاين وكما بنختم كلامنا دايما بنترجم بص كده وقول لي ترجمة هذه القطعة ايه الكلمة اللي مش عارفين معناها قولوا لي ايه المعنى الكلمة دي ايه معنى كريتيف اللي هي دي او التانية دي ولا ايه لا السطر الثاني كرياتيف طيب لما يقول لك البني ادم ده كرياتيف مبدع يعني ادم ده ايه ها قال لك اهو مبدع مبدع يا ادم مين مش موجود يا اخوانا محمد محمود راح فين مستر انا النت فصل وقاعد جنب وسام بس اهم حاجه انا قاعد اهم حاجه انك قاعد
عشان انت ولد ممتاز صراحة. ازعل انا لو انت ما لقيتكش. يا مستر. نعم. اخر كلمة في الفقرة هي. ايه. الناس المبدعين في الافرع المختلفة بنعمل لهم ايه؟ تكريم. يعني ايه؟ تكريم. ايوه تكرم. برافو عليك مستر. عرفت هترجم؟ تفضل يا محمد. كل سنة مصر تحتفل بيوم الطفل الدولي في شهر نوفمبر. تمام. الجوائز تعطى للأطفال الذين ينجحون في أخذ جزء من القراءة ككل، مسابقة القراءة ككل. ماشي. الأطفال المبدعين في الأفرع المختلفة من التعليم يكرمون. يكرمون. أنت تاخد الإجابة دي هتاخد فيها 1.5 من 2. ايه اللي فلت منك؟ كام كلمة هقول لك عليهم. ها مين يترجم تاني؟ اسامة. اين اسامة؟ مستر. ها اقول. تفضل. كل سنة مصر بتحتفل بيوم الطفل الدولي في شهر نوفمبر. اولا دي مش الدولة، دي هي بسموها يعني يوم الطفل العالمي. ها ماشي. تمام. في شهر نوفمبر. تمام. الجوائز تعطى للأطفال الناجحين في مسابقة قراءة البعض. ماشي. نفس أخطاء بتاعت محمد موسى. الأطفال المبدعين في الأفرع المختلفة من المعرفة يكرمون. تمام. حد من البنات؟ حد من البنات يخدي إبليس؟ ها؟ حد من البنات يقدر؟ يا مستر. نعمين؟ أما أقول لك الغلط بتاعي بس؟ فضل. أنا دلوقتي ركزت، اللي هي تيك بارت إن. أيوة دي معناها إيه؟ أنا مخدش بالي من إن، هي معناها يشارك. يشارك فيه؟ أنا خدتها غلط. ما شفتش ان بس. وبعدين في مسابقة اسمها القراءة. ايه يا اخوانا المسابقة؟ مسابقة القراءة اسمها ايه؟ طيب. Reading competition. Reading for all دي كلمة واحدة محطوطة بين قوسين، وcompetition يعني مسابقة، يبقى reading for all معناها ايه؟ مسابقة قراءة. ها؟ ما تسمعوش عنها ابدا؟ حاجة اسمها القراءة للجميع. القراءة للكل. القراءة للجميع. دي مسابقة عالمية حتى دايما بيجيبوها في المدارس. أقول لك أهو، في كل عام، لو حد عايز يكتب ورايا، في كل عام هبعت لكم الأسئلة اللي بعت المرة فاتت والمرة دي هبعتها لكم دلوقتي فرج على الجروب يعني. في كل عام تحتفل مصر بيوم الطفل العالمي في شهر نوفمبر، ففيه تمنح الجوائز للأطفال الذين يشاركون بنجاح، عشان دي حال، يشاركون بنجاح في مسابقة القراءة للجميع. والأطفال المبدعين في شتى أفرع المعرفة يكرمون. وممكن أقول ويكرم الأطفال المبدعون في شتى المجالات. على هذا الكلام ممكن تجيب الورق قدام والقدام ورق، ده حسب راحتك. آخر جملة نقولها، يهدد التلوث حياتك.